هننتقل الآن إلى المحور المكمل بهذا المحور، وهو يمكن ذكر الأستاذ خالد موضوع السياسات اللي موجودة داخل اللي بيطلبوها. فالأستاذ بقى محمد نجم إن شاء الله هو اللي هيكلمنا على موضوع أهم سياسات الحصول على الاعتمادات والمنح الدولية. والأستاذ محمد نجم هو مدير عام لمنظمة وطن، وطبعا هو تخصصه في مجال إدارة الكوارث، ويتمتع طبعا بعلاقات قوية في هذا المجال. لما شفت السيرة الذاتية بتاعته ما شاء الله واضح أنه قضية إدارة الكوارث والطوارئ يعني حاجة من تخصصه الشديد، إلى جانب أنه هو شارك كمان في تعريب كتاب سفير ستاندرد، يعني هو شارك في قضية هذا التعريب، هذا الـ يعني كله بيتكلم عنها في السيكتور، فهو قام بهذا التعريب يعني. وبالإضافة بيعمل حاليا على بحث علمي في جامعة ليستر في الولايات المتحدة عن أفضل الممارسات لتوطين إطار سندي في المنطقة العربية. فليتفضل أستاذ محمد. مرحبا، أتمنى تكونوا سعداء. شكرا جزيلا لوقتكم. أنا أذكر أنه أول مهمة خرجت فيها لليمن كانت سنة 2004، كانت في خلال الحرب بين الحكومة اليمنية على عبد الله صالح ومع الحوثيين، فكان مطلوب منا إنشاء المخيم في صعدة اللي كان مطلوب في هذاك الوقت، فكنت أحد طاقم الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. فاليوم لما أنا أرجع أتذكر كل الأيام السابقة. تسمعون؟ فكثير سعيد أن أكون بيناتكم. نقطة ثانية بس قبل ما نبدأ بدي أسألكم، مين يعرف أستاذ خالد قبل الاجتماع؟ ممتاز جدا. طب كم واحد زار مكتب عطاء؟ يا سلام، طبعا زرتم مكتب عطاء فشفتم المجلة تبع الأطفال. طب بدي أسألكم كمان آخر سؤال، مين عزموا دكتور خالد على المحل تبع الشاورما المشهور اللي جنب المكتب؟ ما عزمنيش. لا ما عزمنيش. أنا رحت له ما عزمنيش. راح أحكي لك، 2018 قبل ما أروح لأفغانستان صديقي دكتور خالد فراح يشوفني مكتب عطاء، فأنا شفته المجلة تبع الأطفال وهي شغلة اللي بقيت في بالي من ذاك الوقت، فعزمني على مطعم شاورما، فقال لي عجبك؟ فقلت له نعم. قال نطلب مرة أخرى؟ قلت له يا ريت. فطلبنا، فقال عجبك؟ قلت له نعم. قال نطلب كمان؟ قلت له نعم. فقال عجبك نطلب مرة أخرى؟ فقلت له فالمهم ظل عجبك نطلب مرة أخرى، عجبك نطلب مرة أخرى، لما وصلت الفاتورة إلى الحد اللي من يومها ما عاد اتصل معي. يعني اليوم أول مرة ألقي بعد 2018. فإذا أنا بدي أرد له العزيمة على ميتافيرس، إذا كان بدي أعزمه في الفضاء الافتراضي، هل تعتقدوا أنه هو راح يقدر يخرج شبعان ومتذوق بنفس الطريقة؟ لا لا ما أعتقدش. تماما، هذا محور القصة. ما لازم يكون في المؤسسة أي شيء افتراضي، فحاليا اللي هو راح نحكي فيه هي المتطلبات الواقعية اللي مطلوبة في المؤسسة للحصول على المنح. في نظرية في العالم تقول three arms، الأذرع الثلاثة، كل دولة في العالم تنفذ استراتيجياتها من قبل ثلاث أذرع: الذراع العسكري، الذراع السياسي، والدبلوماسية الإنسانية والتنموية. إذا كان بدنا نحصل على تمويل بدنا نعرف التمويل تبعنا راح يجي من أي ذراع. هل هو راح يجي من الذراع العسكري وهو متاح وهو قابل أنه يستخدم في المنظمات الإنسانية؟ هل هو من الذراع السياسي كمان هو متاح وهو قابل يستخدم؟ هل هو من الذراع الإنساني من وجهة نظري إذا كان بدك تشتغل ضمن المبادئ الإنسانية وتركز أنه تحصل من لأن من الذراع الإنساني كون راح تكون تحت المراقبة وتحت الإعلام وتحت النقطة أخرى. الجزء الثاني، ما هو التمويل الدولي؟ التمويل الدولي هو قدرة المؤسسة على الحصول على تمويل يساعدها في تنفيذ مهامها من المؤسسات التمويلية المؤسساتية، أي من الوكالات المعتمدة التي تعلن ميزانيتها في الدولة، مثل UK8، USAID، European Union، الوكالة التنمية الفنلندية، الوكالة التنمية البريطانية، يكون معلن بشكل، وليس من الأمم المتحدة وليس من المنظمات الدولية، لأنه هذول راح يكونوا سكندري، وليس فهذول ليسوا مانحين مباشرين. منظمات الأمم المتحدة ليست مانح مباشر، منظمات دولية ليست مانح مباشر، المانحين المباشرين هي الوكالات المباشرة. وهذا أيضا يشمل قدرتك في التمويل الدولي على الحصول على تراخيص لجمع التبرعات. اليوم أكثر أشياء نعانيها في اليمن وفي سوريا عدم قدرتنا على جمع التبرعات دوليا، فحاليا نحن عندنا محدودية. خلينا نمشي للنقطة الثانية.
لماذا نحتاج التمويل الدولي؟ أول شغلة التوسع في التمويل من أجل تنفيذ البرامج، بل إذا أنت عندك برامج وعندك استراتيجية وعندك احتياج. نحن نقوم في المحويت بتغطية 40,000 شخص بالمياه، الحاجة ل 60,000 شخص، فنحن نبقى نبحث عن تمويل لتكميله ل 60,000 شخص. ال 60,000 شخص هذول يحتاجون تعليم، هذول يحتاجون عمل، هذول يحتاجون أشياء، فلتنفيذ استراتيجيتنا نحتاج بالتوسع. النقطة الثانية بناء القدرات المؤسساتية الخاصة فينا اللي هي تتناسب مع دورة حياة البرنامج الإنساني اللي احنا راح نشتغل عليه اليوم. الجزء الثالث التشاركية ورفع الموثوقية والشعار. لما يقول لك انه المؤسسة لأوكسفام هي معتمدة من يو كي ايد، فمعناته هي خضعت للسياسات والإجراءات الخاصة باليو كي ايد، فهي قابلة انه تستثمر. او مثلا يقول لك انه المؤسسة كير انترناشونال هي معتمدة من يو اس ايد، فمعناته هي جمعية السياسات والإجراءات والها، فالبراند تبعها موثوق وفي عندها جزء من الشفافية. ونحن في العالم العربي عندنا احتياج آخر، المنظمات الدولية استخدمت المنظمات المحلية على إنها مقاول محلي ولم تتعامل معه على إنه شريك تقوم في بناء قدراته، خصوصا إذا هذا الشريك وصل التمويل تبعه لحد معين فهم يتعاملوا معه كمنافس. يعني انت تكون شريك انت وكير انترناشونال او شريك انت واوكسفام او شريك انت واكتد، بعد فتره لما توصل انت بمستوى تمويلي معين فهم يعتبروك منافس. فبهذه الطريقه عمليه اللوكاليزيشن او المحلله او بناء القدرات المحليه تصبح خاضعه للتساؤل، وهذا الشيء حاليا موضع بحث في كثير حتى في الامم المتحده عن كيف احنا نكون في عمليه المحلله الخاص فيها. طيب بعد أهم المعايير اللي مطلوبة في المؤسسة للحصول على التمويل الدولي. طبعاً هناك معايير مشتركة. هذه المعايير المشتركة اللي بدنا نحكي فيها، أي مؤسسة دولية تحاول تأخذ منها لازم يكون عندك منظومة الحوكمة في المؤسسة موثقة. إنه يكون عندك التحويلات المالية عن طريق مسافر قام يعمل عمل خير يأخذ المساهم. حاول إنه تكون المنظومة الإدارية بشكل كثير واضح بطريقة قانونية، سواء على تسجيل المؤسسة، تسجيل البعثة، التعاقد مع الموردين، الدولار اللي يدخل لازم معروف المناطق اللي مر فيها بشكل واضح بشكل كامل، لأنه هذا رح يعطي أكثر موثوقية. نروح على النقطة اللي بعدها. حالياً هذيك عامة، حكينا أنه أغلبهم يطلبون أنه تكون عندك هذه النقاط. حالياً رح نروح على الخاصة. الجهات المانحة، بعض الجهات المانحة عندها شروط خاصة. مثلا الاتحاد الاوروبي يقول لك انا لازم يكون ضمن السياسات والاجراءات اللي موجوده في المؤسسه ضمن الانشطه اللي تقوم فيها تراعي انبعاث الكربون. النقطه الاخرى لازم يكون عندك جندر، لازم يكون 50% من الرؤساء الذكور 50% من الاناث. مثلا الامريكان لازم تراعي انه انت تشتري المعدات والادوات اللي موجوده مثلا خاضعه لرقابه الحكومه الفدراليه الامريكيه، وبنفس الوقت تنفذ العقوبات اللي موجودة. يعني نحن في كثير من الاكيوبمنت ما حقنا ندخل على سوريا نتيجة العقوبات على سوريا، فإحنا ما حقنا ندخل كثير من المعدات التقنية والرقمية اللي لازم تكون موجود. فهناك شروط يتضعها الجهة المانحة، كل جهة في حالها. التكامل مع المنظومة المحلية والدولية، ما نقصد بالتكامل مع المنظومة المحلية والدولية، يمكن كلكم تعرفوا عن الأهداف المستدامة الكونية Global Sustainable Goals، لازم يكون المشروع تبعك يتكامل معها. ايضا الانترسيكتور اللي هي الجندر والتشايلد بروتكشن والالدرلي والنقاط والديسيبل بيبل، بعدين نتعامل مع موضوع البيئه والانفايرمنت، هذا كله احطه في الوعي لانه هو راح ينطلب منك في التامبليت تبع الكتابه. فهذا نسميه نحن مراعاه النشاط العابر للقطاعات اللي هو الانترسيكتور. في معايير اخرى تخص المنحة نفسها، يعني المعايير المشتركة بعدين المعايير الخاصة بالمانح. في الحديدة نحتاج إنه شركة شيل من هولندا تأخذ العقود في المستقبل المتعلقة في النقل البحري، فالحكومة الهولندية لها مصلحة تبني علاقة مع التجار واللي موجودين في الحديدة واللي غيره، فهو راح يضع عليك شروط ما تمس بالحيادية وما تمس بالاستقلالية، لكن تحط نسب معينة في عملية العمل، وإنه نحن هذه المنحة ذاهبة للحديدة، أو هذه المنحة ذاهبة لجماعة هاي السعيد في تعز، أو هذه المنحة ذاهبة لصنع،
عرفت شلون؟ فكل وحدة يحطوا هم شروط، فإذا أنت تحاول تدخلها. لكن هلا راح نشوف نحن متى نقول لا للمنحة الدولية. فهذه الشروط أيضا تتم في عين الاعتبار الخاصة فيها. الممارسات قبل وخلال الحصول على التمويل الدولي. الاستهداف، حكى أستاذ خالد نقطة مهمة كثير، يسمونه دونر مابينج. دونر مابينج بالاستهداف، أنا أنظر لمجموعة المؤسسات مثل ما حكينا اللي تتلاقى السياسة والاستراتيجية اللي خاصة فيها مع السياسة والاستراتيجية اللي خاصة فيها. أيضا بتكون هي عندها حصة للتمويل لسوريا. وبالاستهداف بدي أعرف شقد نسبة الحصة، شقد نسبة التمويل العام اللي في المؤسسة، وبعدين شقد نسبة التمويل اللي خاص في سوريا. بعدين الإكسرسايز الثاني في عملية الاستهداف يكون عملية الاختيار. أنا استقريت أنه هذه المؤسسات موجهة لسوريا وهذه المؤسسات تطابق فيها. المسألة ما عاد عادت عملية استهداف عادي. في شيء يسمونه دونر كارت. هذا الدونر كارت أنا راح أفتحه وراح أقول في المؤسسة الفلانية المتبرعة، حكى عن جيتس فونديشن، مين صاحب القرار في جيتس فونديشن بالقرار الأعلى؟ مين الأشخاص اللي داخل المؤسسة اللي هم إلهم تأثير على القرار؟ فأسجلها عندي. دورة التمويل في جيتس فونديشن كل شهر فبروري، لا تبدأ مع بداية العام. إذا أنا لازم أأثر في القرار من شهر سبتمبر، أبلش معهم من شهر سبتمبر to allocate fund. بعدين هذول أنا حطيت الباور ماب، بعدين أسمي أعمل شغلة أسميها الكوميونيكيشن استراتيجي. شو هي الكوميونيكيشن استراتيجي؟ راح أبلش أرفع عملية المناصرة للقطاعات المشابهة مع القطاعات تبعهم، وراح أبلش أتواصل معهم على الانوفيتيف أبروتش اللي بدي أنفذه. في ذمار لا يوجد جسر، عدد الأطفال الذين يتوفون كذا، الأبروش تبعك هو واحد كذا، عدد الناس اللي قام يتأثروا بهذه الحوادث كذا، التكلفة تبعه كذا، الحل اللي قام ينفذ فيها الجسر هو في طريقة مبتكرة. من النقاط الأخرى هاي كلياتها قام نحطها، فنبلش هاي. فكثر هذا الضغط راح يقول للمجموعة اللي تقوم في الألوكيتد للفند سواء في الدولة أو سواء في الجهة اللي تقدم الأموال، تقول إحنا توجهنا باتجاه سوريا بالإضافة لاستراتيجيتنا هي عملية البنية التحتية. يمكن تقوم تسمعوا حالياً بايدن قام يحكي عن فلسفة البنية التحتية. فلسفة البنية التحتية اللي قام يحكي عنها حالياً هي تماماً تدخل في عملية التمويل الإنساني. يعني إحنا ما كنا نشوف توزيع لليو اس ايد قبل يحوي انفراستراكشر، حالياً معها بدأت تدخل لأنه هي من ضمن السياسة العامة للدولة. بعدها النقطة الأخرى، لازم يكون الإيفاء بالشروط التعاقدية. الإيفاء بالشروط التعاقدية أعتقد باقي الاثنين خاصين. إيفاء بالشروط التعاقدية، الإيفاء بالشروط العقدية، كل العقود، كل شيء متضمن بالعقد يجب عملية المضيفي. بعدين دورة حياة العمل في المؤسسة يجب أن تكون تطابق دورة حياة البرنامج الإنساني، والآن رح نحكي فيها. وتذكر أخيراً أنه هو مال عام. إذا أنت استلمت منحة مباشرة فأنت مستلم من الصندوق القومي للدولة، فأنت معرض للتفتيش، وأنت مسائل عن الكلف، وأنت مسائل عن اتخاذ القرار. تحتاج أن توثق كل شيء، يعني لازم تكون شجرة التوثيق ودورة التوثيق واضحة عندك. لما تدخل مجموعة المفتشين راح يوقفوا عندك الكمبيوتر، راح يوقفوا عندك كل هذول النقاط، راح يطلبوا وصال نقطة صفر، وراح يشتغلوا في هذه النقطة. فأن تحذروا أنكم تتعاملوا مع المال العام، فالمال العام يتطلب منك إيجاد بنية تحتية في المؤسسة قادرة للتعامل معه. شو المقصود بدورة حياة البرنامج الإنساني؟ Identify the problem or need assessment. لازم يكون دورة حياة المؤسسة السنوية متطابقة معها. يعني أنا كل فترة عندي تقييم احتياج، وكل فترة أنا عندي استراتيجي للاستجابة لهذا الاحتياج موجود عندي على الكالندر السنوية، وعملية الـ resource mobilization اللي جزء منها الفندريزنج الدولي، وعملية التنفيذ، وعملية المراقبة والتقييم اللي يقوم بها غيث، وبعدين عملية إعادة التوجيه. هنروح لبعده. متى نرفض التمويل الدولي؟ في فخ كثير من المؤسسات وقعت فيه. نحن بحاجة تمويل، لكن نحن بحاجة تمويل لنساعد الناس. لسنا بحاجة تمويل لتمويل مؤسساتنا لشغلنا، تندفع مصاري المحاسبين وغيره. لا، المحاسبين والموظفين والسيارات والإيجارات أجت من أجل خدمة الناس. إذا لم يكن هناك خدمة للناس لا حاجة منهم، فلأتبرأ بهم.
فإذا كان هدف المؤسسة أنه أنا أجمع التمويل أغطي تكاليف الموظفين، فلينتقل الموظفين للعمل بسياحة أو في أي قطاع آخر، لأنه هذا القطاع ليس لأن تثرى منه أو تحقق منه شيء، جيد قدر كلبي. فالجزء الأول الإخلال بالمبادئ الإنسانية أعتقد شيء اللي هي استقلاليتك كمؤسسة، ما حدا يأخذ القرار عنك مستقل. الحيادية، عرض علينا الكثير للعمل في جنوب اليمن فوافقنا على العمل في جنوب اليمن إذا عملنا في شمال اليمن. مأساة سوريا الحالية يمكن أن نحكي عنها الصبح، إنه اللي يعمل في شمال سوريا لا يستطيع العمل في جنوب سوريا، وهذا نوهان، هذا حار. نحن نعمل ضمن المبادئ الإنسانية، إذا أنتم تدفعون لتقديم الخدمات للمستفيدين بغض النظر عن لونه وعرقه ولونه وعرقه ودينه ومذهبه وشكله، احنا نقدم لهم مساعدات. بس تقول لي انا اقدم للفقير اللي موجود في الجنوب وما اقدم للفقير اللي موجود في الشمال، او اقدم بالعكس، او اقدم للهوتسو وما اقدم للتوتسي، او اقدم للاوكران ما اقدم للروس. لا، نحن مؤسسة انسانية مستقلة نعمل ضمن المبادئ الانسانية. النقطة الثانية الاخلال بمبدأ منع الضرر. اول مبدأ في الامم المتحدة هو دو نو هارم. إذا كان في أي مبدأ من التدخل تبعي راح يعمل هارم على المؤسسة أو على المجتمع أو على المستفيدين، فأنا أعتذر عن التمويل مهما كان كبيرا، لأنه على المدى الطويل تثبت أنه الكل يحترق بهذه النتائج. في كثير من المنظمات احترقت وانتهت. نقطة أخرى، مخالفة المنظومة القيمية والرسالة للمؤسسة والمجتمع المستفيد. أيضا إذا كانت تختلف عن المنظومة القيمية تبعنا، فكمان المجتمع المستفيد والأشياء المستوردة وعملية الأشياء الأخرى اللي ما تناسب هذا المجتمع، أنا مباشرة ممكن إحنا نعترض لأنه معنا محتاجين، إحنا محتاجين نساعد الناس بطريقتهم. ارتفاع معامل الخطر، أحيانا بعض التمويل هو shifting risk، يعني المؤسسة تكون ما بدها تشيل الريسك فهي بدها تنقل لك الريسك، عرفت شلون؟ فيرتفع عندك معامل الخطر بالأسسمنت تبع المؤسسة تبعك، فأنت بهذاك الوقت بيكون عملوا shifting للريسك وليس sharing risk، عرفت شلون؟ فأنت لازم ترفض التمويل، أنت وطاقمك ومؤسستك غالين جدا، لأنه أنتوا تستمروا في التقييم وقد تكونوا المؤسسة الوحيدة في المنطقة، فرح يتضرر المجتمع المستفيد منكم فائدة. نقطة الأخرى، لقد وقعنا بالفخ، إذا وافقنا أنه نأخذ رح نكون وقعنا بالفخ. آخر نقطة، هذول القائمة مثل ما حط أستاذ خالد، هاي رح نشاركها معكم مرة أخرى، وأيضا هاي مواقع فيكم تدخلوا وتبحثوا فيها عن المنح والتواريخ تبعها، وكل واحد من هذه المواقع لازم تكون تتواصل معها، فأتمنى أنه من الزملاء أنه يأخذوا النسخة يشاركوها مع الموجودين، كل واحدة فيها دورة. وفي بعض المؤسسات هون تقدم لكم الخدمات، هي تبعث لك إيميل كل يوم مقابل $7 $8 بالسنة، هي تبعث لك الإيميل، نحن نستفيد من هاي. أتشكر لحسن استماعكم وأتمنى لكم كل السعادة، وانتقل لنقطة أخرى. شكرا، شكرا جزيلا على هذه المقابلة القيمة جدا.